من الحمدانية في نينوى معنا مراسل الحدث سامر الكبيسي. سامر أهلا بك معنا. إذا أبدأ معك، بأي جديد سواء حالة المصابين في هذا الحادث أو حتى في أي جديد متعلق بالتحقيقات؟ نعم ضحى، قبل قليل وصل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى محافظة نينوى وسيتوجه إلى قضاء الحمدانية، ربما خلال يعني دقائق سيكون في قضاء الحمدانية للوقوف على تداعيات فاجعة قاعة عرس الحمدانية، وأيضا بتقديم الدعم المعنوي لذوي الضحايا والتأكيد على تقديم المتسببين بالحادث إلى التحقيق ومحاسبتهم على هذه الحادثة. أيضا وزير الداخلية أمس أعلن عبد الأمير الشمري، طبعا أعلن إلقاء القبض على 14 متهما في حادثة الحمدانية بما فيهم مالك هذه القاعة، لكن ضحى بحسب التحقيقات الأولية تتحدث المصادر الأمنية عن سبب الحادثة هو الشرارة النارية لأحد الألعاب النارية، لكن أيضا وزارة الداخلية تتحدث عن تحقيق دقيق جدا من خلال الأدلة الجنائية وكذلك من خلال من تم اعتقالهم وهم 14 شخصا. سيكون هناك بحسب وزير الداخلية تحقيق ونتائج خلال 72 ساعة، انقضت منها 24 وتبقى يومين أو ربما حتى ثلاثة في أقصى حد لإعلان نتائج التحقيق. أيضا ضحى، ربما الحمدانية دقت ناقوس الخطر في عموم العراق، حيث أعلن الدفاع المدني في عموم العراق بدءا يعني من اليوم أو حتى منذ ليلة أمس بتشكيل فرق للكشف عن السلامة وإجراءات السلامة في مشاريع كافة منها المطاعم وقاعة الأعراس وربما حتى الكافيهات خوفا من تكرار حادثة الحمدانية في مناطق أخرى. أما فيما يخص الضحايا، الضحايا الذين توفوا قد دفنوا يوم أمس في المقبرة الخاصة بمنطقة الحمدانية، أما من هم مصابين بحسب وزير الصحة العراقي ما زال المصابون بدرجات خطيرة يعالجون في المستشفيات العراقية بمعنى داخل العراق، ولا توجد حالات بحاجة إلى الذهاب إلى خارج البلاد للعلاج. أعداد المصابين تتراوح حتى الساعة بين 150 إلى 200 إصابة، لا توجد إحصائية دقيقة من وزارة الصحة خاصة بعد تعافي جزء من هؤلاء المصابين ووفاة جزء آخر أيضا بسبب الحالات الخطرة، وما زال هناك البعض داخل المستشفيات تحديدا داخل مستشفى الحمدانية وكذلك في المستشفيات في أربيل ودهوك. طيب سامر، أهالي الحمدانية هل يحملون أي شخص أو أي جهة المسؤولية بما أنه يعني ما حدث فاجعة بكل تأكيد ولكن هي ناتجة ربما عن ممارسات غير صحيحة مثل الألعاب النارية داخل قاعة يعني أفراح، هل هناك هذا الغضب من جهة ما من شخص ما أم لا كل الأشخاص كل من هم في الحمدانية مشغولون بالحزن الآن؟ بالتأكيد، لكن من سألناهم والتقينا بهم بالقرب من هذه القاعة وأطلقوا عليها القاعة المشؤومة هنا في الحمدانية تحدثوا بأن يعني هناك آراء كثيرة، لكن نستطيع أن نجزها بالبعض حمل صاحب قاعة العرس بأنه لا توجد مخارج للطوارئ، لا توجد إجراءات للسلامة، بالتالي كان هناك إهمال متعمد أو غير متعمد هو من قبل القاعة والمسؤولون عليها، إضافة إلى تحميل الدفاع المدني مسؤولية عدم وجود عربات كثيرة في هذه المنطقة، لا توجد سوى عربة واحدة إضافة إلى سيارة حوضية قد وصلت بعد 15 دقيقة بحسب ما سمعنا من شهود العيان المتواجدين هناك. هناك يعني ربما تقصير وإهمال من جانبين بحسب ما كان موجود هناك من شهود العيان، يحملون صاحب القاعة وربما التأخير في الإجراءات من قبل الدفاع المدني. شكرا جزيلا لك سامر على كل هذه المعلومات والتفاصيل. مراسل الحدث سامر الكبيسي كنت معنا من الحمدانية من نينوى. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.